كشف أبو جرة السلطاني الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم خلال نزوله ضيفا على برنامج بوضوح على قناة البلاد بأنه مستعد للعودة مجددا لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم إذا ما طلب منه المؤتمرون ذلك. كما أكد ضيف بوضوح بأنه لن يقبل بتولي أي منصب وزاري مستقبلا وأنه سيرفض أي عرض مماثل. أنا نأكد لك اليوم وبصراحة أنني لا أرغب في الاستيزار. كما لم يتوانى أبو جرة في الكشف عن الخطوط العريضة للنصائح التي يعتزم تقديمها للرئيس بوتفليقة بعد أدائه اليمين الدستوري. الإصلاح يدخل بالنصيحة بالرأي بالمساهمة بالضغط حتى الذين يضغطون من المعارضين. وش هدف انت في النهاية؟ هذه المساهمة تدخل في إطار ما نعتقد أنه يدخل في إطار الإصلاح الكبير الذي نعمله جميعا. وبالتالي لما نقول نقدم نصح ولا نقدم وجهة نظر ولا نقدم مبادرة، إنما نريد أن نصلح كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، إن نريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذا وقد كشف وزير الدولة السابق في رده على سؤال حول ما إذا كان أحمد أويحيى هو سبب فشل التحالف الرئاسي الذي كان أبو جرة أحد أقطابه، مشيرا بالقول أنه كان يشعر بأن عبد العزيز بالخادم هو من كان غير متحمس للتحالف الرئاسي وليس أحمد أويحيى.